اما دلوقتي فخلونا نكمل باخبارنا السريعه والكويك هيتس. خطف ديفيد باكام واولاده الاربعه الانظار في نيويورك فاشن ويك لما حضروا عرض فيكتوريا، والملفت انهم كانوا ماتشنج في اطلالاتهم، وبالذات روميو وكروز اللي كانوا بنفس الكود باللون الكامل. فتسريب الايميلات اللي تعرض له باكام من فتره قصيره ما اثرش على علاقته بعيلته او قعده مع اولاده ورئيس التحرير مجله فوج انا وينتور في الصفوف اللي في الاول في العرض، وما منعهوش من انه يكون الداعم الاول لمراته. فلما كانت فيكتوريا مشغوله في التحضير للشو كان باكام بيسلي الاولاد ونشر اكتر من صوره معاهم من رحلتهم للناتشرال هيستوري ميوزيوم، وما نسيوش كمان انهم يبعتوا بوكيه ورد لفيكتوريا اللي نشرت صورتها مع كارت مكتوب عليه بالتوفيق بنحبك. في ختام مهرجان جمعية الفيلم حضر محمود حميدة كضيف شرف وكرم مع القائمين عدد كبير من اللي تميزوا في أعمالهم السينمائية، والفيلم اللي فاز بأكبر عدد من الجوائز كان نوارة اللي أخذ جائزة أحسن فيلم، أحسن سيناريو، وأحسن إخراج، وكمان جائزة أحسن ممثلة لبطلته منة شلبي اللي غابت عن الحفل. أما جائزة أحسن ممثل فكانت لماجد الكدواني عن دوره في فيلم قبل زحمة الصيف. طبعا بشكر لجنة التحكيم وبشكر المهرجان، ويعني دايما أقول معلش يمكن لو مكررة، لكن وقعها حلو الجائزة اللي من جوه جمهورية مصر العربية يعني. وبعد توزيع الجوائز اتعرض فيلم مولانا في حضور بطله عمرو سعد اللي حقق أكتر من 13 مليون جنيه إيرادات بالرغم من أنه اتمنع في أكتر من دولة عربية. الحمد لله، وأكتر إن شاء الله هيعمل، وأتمنى أنه يحصل تراجع عن حكاية منع الفيلم في الوطن العربي، لأنه الفيلم بتهيألي يعني أنا قد الإخلاص اللي اشتغلنا بيه كلنا، وقد رسالته اللي فيها محبة للناس كلها مفروض يتسمح بيه. أما سحر رامي فاستلمت جائزة التجديد والابتكار عن جوزها الراحل حسين إمام عن فيلم زي عود الكبريت. أنا شريكة بكل حاجة، ولكن كان عشان أعمل ده وهو مش موجود في الوقت اللي احنا فقدناه فيه كان صعب عليا قوي، يعني بحمد ربنا أن أنا قدرت أوصل بالفيلم لهذه الدرجة. في العاشر السنوي اللي قبل حفل الميراك ستور اجتمع عدد من نجوم الغنى التمثيل والإعلام، وأعلنوا عن ميعاد الحفل للسنة دي واللي هيكون في شهر مايو اللي جاي، والأنظار كلها كانت على ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق اللي الكل اتكلم عن جمالها وأناقتها. الميراك ستور يعني بدي أقول لهم الله يعطيهم العافية، صار لهم كذا سنة عم ببيضوا وش لبنان، كل سنة عم بتكون أحلى من التانية، وعم بيجوا طبعا من مصر من زمان، وبعدين جيبوا من تركيا يمكن هذيك السنة، وإن شاء الله بنبقى منجيب كمان من أمريكا أيام ترامب إن شاء الله. وكالعادة الليدي مادونا فاجأت الكل بالأوتفيت اللي لبسته واللي كان عباية على شكل العلم اللبناني. والأجواء دي كملت مع ميس حمدان اللي قلدت إليسا أصالة ولطيفة. وبما اننا في الفالنتاينز فازاي هتحتفل باليوم ده؟ مش ممكن الموضوع ده، كل سنه على الفالنتاينز بكون سنجل عجبي. طب ايه اكتر حاجه بتشدها في الراجل؟ انا اهم شيء بيكون بضحكني، يعني اذا رجال بضحكني هيدي بتعني لي كل شيء.